نصل إلى رحلة السماء، هذه الرحلة المباركة التي رحل بها النبي صلى الله عليه وآله إلى السماء الدنيا، ثم الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، إلى أن وصل مكان وارتقى مكان لم يرتقي منه أحد إلا النبي صلى الله عليه وآله، حتى جبرائيل وقف وتحير وقال: إن تقدمت أنملة احترقت، هكذا ورد. وهنا يقول جبرائيل: يا محمد صلى الله عليه وآله، أنه هذا هو المكان الذي لا يقف فيه أحد إلا أنت. فهنا تقدم النبي صلى الله عليه وآله ووصل إلى ما وصل من ذلك المقام العظيم. هنا من هذه الرحلة من معاجز النبي صلى الله عليه وآله في قضية المعراج، وذلك ما نطق به القرآن: فلقد أسري به ليلاً بجسده الشريف، حتى أنه لا يتوهم أحد أنه أعرج النبي صلى الله عليه وآله بروحه، إنما بجسده وروحه عرج النبي، وفي حال اليقظة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وهو بيت المقدس، راكباً على مركب أعده، وكان هذا المركب هو البراق، وكان بإعداد جبرائيل عليه أفضل الصلاة والسلام. فهنا يقول: خرج بأمر الله وراكب البراق، وذلك بصحبة جبرائيل، حيث نزل به بطيبة في طريقه إلى المسجد الأقصى، فصلى فيها رسول الله صلى الله عليه وآله، ومعه جبرائيل، وقال له: هذه طيبة وإليها مهاجرتك. ثم نزل به بطور سيناء فصلى فيها، فقال له جبرائيل: هذه طور سيناء حيث كلم الله موسى تكليما. ثم نزل به بعد ذلك إلى بيت لحم فصلى، فقال له جبرائيل: هذا بيت لحم حيث ولد عيسى عليه السلام. ورواية أخرى تقول: انتهى به إلى بيت المقدس، فنزل هناك وربط رسول الله صلى الله عليه وآله البراق بالحلقة. فالتقى النبي صلى الله عليه وآله بالأنبياء، هنا كل الأنبياء النبي صلى الله عليه وآله التقى بهم، أي أنبياء الله أولي العزم، وبعضهم من غير أولي العزم، التقى بهم النبي صلى الله عليه وآله واجتمعوا وأقام الصلاة، أذن جبرائيل وأقام النبي صلى الله عليه وآله والصلاة، حتى أن جبرائيل قال في هذا الأذان: حي على خير العمل. وهنا اجتمعوا خلف النبي صلى الله عليه وآله، وقدم النبي جبرائيل قدم النبي صلى الله عليه وآله على الأنبياء جميعا، فصلى بالملائكة والأنبياء جميعا النبي محمد صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجه والعن أعداءه. ثم سري به تلك الليلة إلى بيت المقدس، إلى مسجد الكوفة، حيث صلى هناك، ثم عرج منه بصحبة جبرائيل إلى السماوات، فرأى مكتوب على كل سماء وعلى كل حجاب من حجب النور وعلى كل ركن من أركان العرش: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي بن أبي طالب أمير المؤمنين عليهم أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم والعن أعداءهم. إذن هذا هو المقام العظيم للنبي صلى الله عليه وآله ولعلي عليه أفضل الصلاة والسلام، حيث أنه مكتوب اسم الله جل وعلا واسم رسوله صلى الله عليه وآله واسم علي عليه أفضل الصلاة والسلام في كل سماء، فرأى مكتوب في كل سماء ذلك. فلما بلغ إلى سماء الدنيا استفتح له جبرائيل، فرأى آدم عليه السلام وسلم عليه ورد عليه بالنبوة وأقر له بالنبوة وبالولاية لعلي عليه السلام. بعدها إلى السماء الثانية ورأى يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم، وفعل كما فعل بالسماء الثانية. حتى الثالثة رأى يوسف الصديق، وفي الرابعة رأى إدريس عليه السلام، وبعدها الخامسة رأى هارون ابن عمران، والسادسة لقي فيها موسى عليه السلام، والسابعة لقي فيها إبراهيم عليه السلام، إلى أن وصل إلى البيت المعمور، فأذن جبرائيل وأقام صلى الله عليه وآله بالنبيين والملائكة إماماً. ثم رفع إلى سدرة المنتهى ونودي
استوصي بعلي عليه أفضل الصلاة والسلام، فحضرت الصلاة، فهنا عندما استوصى وصلى بهم النبي صلى الله عليه وآله وقال أن سيد المسلمين هو النبي وإمام المتقين هو علي عليه أفضل الصلاة والسلام، ثم رفع إلى حجب النور وخلي به الله جل وعلا وتركه جبرائيل في حجب النور، ترك النبي صلى الله عليه وآله حتى قال له تخليني عن هذه الحالة، فقال أمضي فوالله لقد وطأت مكانا ما وطأه أحد قبلك. إذن أعظم المكان الذي وصل إليه النبي صلى الله عليه وآله هو حجب النور، وهناك بعد حجب النور سدرة المنتهى. فهنا النبي صلى الله عليه وآله ذهب إلى حجاب الجلال فدنا من ربه دنوا معنويا، لأن الله ليس بجسم وليس له مكان، فناجاه ربه، فكان مما ناجاه بك وبعلي وبالأئمة من ولده أرحم عبادي وإمائي والمهدي المنتظر منكم أعمر به أرضي. فهنا الله عز وجل قال بك وبأهل بيتك أعمر أرضي وبالإمام المهدي عليه السلام. فهنا ماذا لاقى النبي صلى الله عليه وآله بعد هذه الرحلة؟ عندما رحل النبي وعرج إلى السماء نزل إلى الأرض، وورد أنه خرج النبي والباب يتحرك في مكانه، فعاد النبي صلى الله عليه وآله وما زال الباب يتحرك في مكانه، إذن ذهب وعاد والباب يتحرك في مكانه. وهذه من معاجز النبي، أن الزمن غير محسوب من زمن الدنيا، فالنبي صلى الله عليه وآله عرج به وعاد والباب ما زال يتحرك في مكانه. هنا عند عودته ماذا فعل المشركون؟ ماذا فعل أبو جهل لعنه الله؟ ماذا فعلوا بالنبي؟ كيف أنهم كذبوه واستهزأوا به وسخروا منه والعياذ بالله وضحكوا على ذلك؟ هنا لما أصبح رسول الله في قومه أخبرهم بمعراجه وبما رآه من آياته الكبرى، وإذا يحدثهم بأنه أتى بيت المقدس ورجع من ليلته، وأن آية ذلك أنه النبي صلى الله عليه وآله يعطي آية لما ذهب به، يقول عندما أعرج به رأى عيرا كثير من الأباعر والجمال كانت في الطريق، والنبي صلى الله عليه وآله رآها في معراجه. فهنا النبي يثبت لهم عندما عرج به رأى ذلك في معراجه، فهنا يقول أنه آية ذلك مر بعير لأبي سفيان على ماء لبني فلان وقد أضلوا جملا لهم أحمر وقد هم القوم في طلبه، يقول أنه ضل من هذه الجمال جمل أحمر والقوم ذهبوا يطلبونه. فهنا النبي يقول لأبي سفيان أنه هكذا حصل في ليلة البارحة عندما أسري بي. فهنا اشتد تكذيب النبي له وآذاهم له، ومر به أبو جهل فجاء حتى جلس إليه فقال له كالمستهزئ هل كان من شيء؟ قال النبي نعم. قال وما هو؟ قال أسري بي الليلة. إلى أين؟ إلى بيت المقدس. ثم قال له وأصبحت الآن بين ظهرانينا، يعني أنت رحت للمقدس ورجعت الآن بين ظهرانين، المسافة مسافة شهر الذهاب إلى بيت المقدس. فيقول له كيف ذلك والآن أنت بين ظهرانينا؟ قال نعم. قال إن دعوت قومك أتحدث بما حدثتني. هنا أبو جهل يقول سأدعو لك القوم حتى يستهزئ به ويكذبه وتخبرهم بما أخبرتني به. فهنا يقول جلس ثم نادى أبو جهل لعنة الله عليه قال يا معشر بني كعب، وهنا يقول انفضت إليه المجالس وجاءوا حتى جلسوا إليه، فقال حدث قومك بما حدثتني. فقال النبي صلى الله عليه إني أسري بي الليلة. قالوا إلى أين؟ قال إلى بيت المقدس، ثم أصبحت بين ظهرانيكم. وهنا يقول له أصبحت كل ذلك الذي مضيت به وأنت بين ظهرانينا؟ قال نعم. فهنا يقول بين
مصقع، يعني أحد هذا يعني كأنما أنه اصفر لونه وجهه لم يصدق والعياذ بالله أن تلك كذبة كبيرة، فقال بين مصعق وبين واضع يده على رأسه متعجبا، فقال المطعم ابن عدي كل أمرك قبل اليوم كان تماما غير قولك هذا. يقول له كل ما كنت تقول لنا أنت صادق أمين، وكنا نستأمنك على أموالنا وكنا نصدقك في أقوالك، أما ما تقول ذلك فلن نصدقك بعد اليوم. فقال له كل ذلك كان تماما غير قولك هذا، أنا أشهد والعياذ بالله أنك كاذب والعياذ بالله. نحن نضرب أكباد الإبل إلى بيت المقدس مصعدا شهرا ومنحدرا شهرا، تزعم أنك أتيته في ليلة، واللات والعزى لا أصدقك. وكل ذلك كان النبي يتحمله من قومه، كل هذا الأذى والتكذيب وكل الضرب والضرب بالحجر ووضع رفث الشاة وغير ذلك على جسده الشريف، كل ذلك كان يفعلونه به، وكان يقول اللهم اهدي قومي إنهم لا يعلمون، فكان يتحمل النبي صلى الله عليه وآله كل ذلك. فقالوا يا محمد صف لنا بيت المقدس، هنا يريدون أن يختبروه صلى الله عليه وآله، يقول إذا كنت صادقا فيما تقول فصف لنا بيت المقدس. فهنا كيف بناؤه، كيف هيئته، كيف قربه من الجبل، وفي القوم من سافر إليه، فذهب النبي ينعت لهم بناءه وهيئته وقربه من الجبل. فقال له أحدهم كم للمسجد من باب، فجاء جبرائيل، هنا يريد أن يصف لهم كم باب لهذا البيت، فجاء جبرائيل وأتى به أمام عينه بيت المقدس، وضعه أمام النبي صلى الله عليه وآله لكي يصفه أمام عينه. فهنا جاء جبرائيل فقاله يا رسول الله انظر ها هنا، فنظر إلى بيت المقدس وقد انكشف له، فأخذ صلى الله عليه وآله يعد لهم بابا بابا، حتى أنه يقول والله لقد أصاب، ثم قال قالوا له أخبرنا عن عيرنا وعن قدومها، فأخبرهم عنها في مسراه ورجوعه، وأخبرهم عن وقت قدومها وعن البعير الذي يتقدمها وعن كل ما كان في الأمر، فرموه بالسحر ولم يؤمنوا إلا القليل، حتى قال الله جل وعلا وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. كل هذا وكل ما جرى للنبي صلى الله عليه وآله كذبوه وقالوا إنه ساحر والعياذ بالله. هذا هو النبي الذي يتحمل لأجل هذه الأمة التي ما وفت معه حتى أنها لا تعلم هل مات مقتولاً مسموماً أو مات حتف أنفه. فهنا